بسم الله الرحمن الرحيم كده ونبدأ مع الماسة بارت 2 وكونكت بلس لجريد 2. طبعا جريد 2 عندنا هنا في الأول شوية فوكابلري تعالي نشتغل عليهم في الأول. ألكساندريا ألكساندريا كايرو كايرو بيتش هي اسمها ايه؟ كايرو اسمها ايه؟ كايرو لا هي مش كايرو هي كايرو كايرو يا بنت بوظ الفيديو اللي انت هتذاكر منه. ها اسمها ايه؟ كايرو كايرو ايوه كايرو كايرو ايوه كده. بيتش بيتش ديزرت ديزرت وازز وازز سبورتس سنتر سبورتس سنتر ريستورانت ريستورانت سوبر ماركت سوبر ماركت لايبراري 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 انفايرمنت انفايرمنت تيرتين Alexandria. Alexandria. Cairo. Excellent. Asal. Beach. Beach. Desert. Desert. Oasis. 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 Sportus. Center. Sportus Center. Excellent. Excellent. Restaurant. Restaurant. Supermarket. Aha. Library. على بعضيها بقى شاطره والله بيستهجي كويس. Library. Library. Environment. طيب احنا قلنا الريجولار فيربز دي الافعال المنتظمه انت كنت بتحط لها دي لو هي اخرها اي اهي اكسرسايز بحط لها دي بس عشان هي اخرها اي اهو فيرب مثلا زي سايكل بحط له دي عشان يبقى سايكلد ريسايكل اهو بحط له دي بس عشان يبقى ريسايكلد متفقين. طيب في بقى فيربس كنت انت بتحط لها اي دي طب ليه؟ عشان هي مش عندها اي صح. ففي الحاله دي لو انت عايزه تقوليها ان هي حصلت وخلاص بنحط لها اي دي. مركزه يا ماسة؟ طيب هنا هو بقى الفيرب ده استغربني قوي. بصي هنا تايدي الراجل هنا هو غير الواي خلاها اي وبعد كده حط لها اي دي. هو ليه عمل كده؟ علشان الواي لو وراها حرف اللي وراها ولا قبليها؟ قبليها سوري اسمه ايه؟ ساكن حرف كونسوننت ساكن حرف ساكن هتتشبت وهتبقى أوي. هتتشتب ولا هتتشبت؟ هتتشتب هتتشتب وحط ايه؟ أوي. يبقى مثلا الفيرب عندي زي كلمة study معناها يذاكر. انا عايز اقول ان هو ذاكر وخلاص وايه وريحنا من نفسه بقى وايه بعد ما ذاكر ايه دخل نام الحمد لله. ادي كده study. السؤال بقى هتحط لها تشيل الواي وتحط اي اي دي ولا هتسيبها زي ما هي ولا هتعملي ايه؟ هي الواي قبلها مين؟ دي. الدي ساكن ولا متحرك؟ ساكن. طيب لو هو ساكن انت هتشطبي الواي ولا هتخليها زي ما هي؟ وبعد ما تشتبها بتحط ايه بدلها؟ طيب بطريقه شرح تاني اسهل من ده كله. مركزه يا فندم؟ مركزه؟ دول كام؟ تمام. انا بضرب الواي لو حد اتضرب بيقول ايه؟ اي وبعد كده بروح حاطط له ايه؟ اي دي. سهله؟ حاطط له كم مدات. طب واحده زي دي نحط له كم مدات؟ عايز كراي. هحط له ايه؟ كراي دي معناها يبكي بيعيط. لو هو عيط وخلاص بقى وخلصنا من الزن بتاعه هيبقى ايه؟ هتشيل الواي ولا هتخليها؟ هشيلها. طب شيلتيها هتعملي ايه؟ هتضربيها؟ لا هحط لها واي. طب ما لو لازم تتضرب يبقى لما تتضرب الواي هتقول ايه؟ اي. وبعد كده احط ايه؟ ايدي. طب السؤال بقى ده بالظبط السؤال ده لحد شاطر هتعملي ايه في بلاي؟ ليه ورا حرف متحرك؟ فاول. إيه الفاول بيتحط له ايه؟ ايدي. يبقى انت هنا روحي جنبيها بالظبط روح حط ايدي بس. عاش الله ينور اكسلنت. طيب واي 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 ليه واي 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 ليه واي دو يو جو تو سكول؟ هو ده درس الجرامر التاني. طيب هنا هو كلمة why اللي هي معناها ليه او لماذا. هنا هو بسأل عن السبب. مستر يعني ايه why؟ why يعني ليه.
انا بسأل بستفسر منك، هو احنا ليه بناخد ده النهارده يا مستر؟ ليه انت عملت كذا؟ ليه انت قلت الكلمه دي كذا؟ ليه انت اديتني الهوم ورك كذا؟ ليه انت بتسأل عن السبب؟ بتسأل عن ايه؟ بتسأل عن ايه؟ بتسأل بواي عن ايه؟ السبب. بتسأل عن ايه؟ احنا كده مش ركزنا في الحته دي بقى، لا نركز نركز. لا انا مش عارف اقراها. يبقى واي بتسأل عن السبب. بتسأل عن ايه؟ السبب. لا مش السبب، السبب ده في البلكونه. بتسأل عن السبب، السبب اللي هو الريزون. ريزون. طيب مركزه يا ريمس. لما حد يسألك عن سبب حاجه انت بتجاوبي بكلمه تو. معايا؟ تو دي معناها مش شايفه. ماشي اهو. يبقى تو دي معناها لكي، علشان. تيجي ناخد اكزامبل عشان نفهم. طيب واي دو يو go to school معناها لماذا تذهبين للمدرسة؟ انت ليه بتروحي المدرسة؟ ليه؟ انت اللي تقولي بالعربي حتى ليه؟ بروح المدرسة عشان اتعلم. يبقى برافو عليك، هتقولي علشان، هدي علشان اللي هي to، وبعد كده تقولي لي يتعلم اللي هي ايه؟ learn. بس ها ده طلعت سهلة. طلعت سهلة. طب ناخد واحدة تانية. Why do you go to the library؟ انت ليه بتروح المكتبة؟ علشان اقرأ كتب. يبقى هتقولي لي بقى علشان اقرأ يعني ايه؟ احنا قلنا علشان يعني ايه؟ تو. ادي تو. ويقرأ صعبة؟ طيب يقرأ دي معناها read، يبقى تو ايه؟ تو read. طيب ممكن تكملي تقولي تو read books. بكرة الكتب. صح كده. طيب تيجي ناخد اكزامبل تاني اهو. بص كده. why do we exercise؟ يعني يعني احنا ليه بنتمرن؟ قال لي هنا اهو we، انا نزل we اهو ونزل exercise اهو، بعد كده حط to. علشان get fit. يعني get fit يكون عنده لياقة وقوة. طب واحدة تاني. why do we recycle paper and plastic؟ يعني احنا ليه بنعيد استخدام البلاستيك والورق تاني؟ ليه؟ بص كده شطب واي دو وكمل. وي ادي وي اهي، ريسايكل ادي ريسايكل، بيبر ادي بيبر، اند ادي اند، بلاستيك وادي بلاستيك. بعد كده بقى جاب السبب اللي هو مكتوب باللون الايه؟ ريد. تو لوك افتر ذا انفايرمنت، عشان نخلي بالنا من البيئه، نعتني بالبيئه. يعني ايه يا ريماس؟ يعني لو كل واحد رمى الزبالة بتاعته في الشارع، في الشارع البيئة كده هتتلوث. لا، هم بياخدوا الزبالة دي وبالذات الورق والبلاستيك وبيبدأوا يخلطوهم تاني ويعملوهم من أول وجديد. فاهمة؟ طيب زي بالظبط أزاز الحاجة الساعة. مش انت ساعات بتجيبي أزاز حاجة ساعة بدل ما ترميها بتمليها مثلا المية وتحطها في التلاجة؟ أو ممكن تقطعيها من فوق وتزرعي فيها مثلا؟ أو ممكن تملاها مية وتروحي تضربها الناس في الشارع ولا حاجة؟ اوكي. ده كده بالنسبة لبارتي 2. تعالي نشوف بارتي 3.